بعد عرض الفيلم كانت الأصداء جدا إيجابية خاصة على الشيماء، فالناس تفاجأت بموهبتها وبشخصيتها القوية، خاصة إنها بتلعب دور شخصية المرأة المقهورة في الفيلم. ومع هذه الأصداء الإيجابية نقدر نقول إنه رهان المخرج محمود صباغ على نجاح الشيماء كان في محله. صحيح، ومن المتوقع إنه تصير من الفنانات المميزات بالوسط الفن الخليجي. وباي ذا واي شي إز فوزازة كازن، خبرينا هيك أكثر عن شخصيتها فوزازة. صراحة هي إنسانة، أول شيء يعني أبغى أقول إنه مرة فخورة فيها وفخورة بمحمود صباغ كمان لأنه أعرفه بيرسونلي، فيعني هي شخصية كثير قوية ودائما كانت قوية، والحين حتى دائما تسعى وراء الأشياء اللي هي تبغاها وتحبها، وكمان ستايلها دائما يعني شخصيتها دائما يعكس على ستايلها، فالحين راحت على sort of a bohemian look، يعني very free spirit. وغير الموضة هي كمان شاعرة، وخلال لقائها بالترندينج سمعتنا قصيدة. كما سرت أني خلقت أنثى وأن من روحي اختار الله أنثايا، أن ألدهن من بطني حكمتي وشكري، وأن أشهد طفولتي مجسمة أمام عيني بحلوها ومرها، بعدما اقتحمت الأيام والصدمات والاستهلاك بذاكرتي وذاكرة أجدادي، تذكرت الروائح والأحاسيس والأماكن والمشاعر، استعدت لحظات النور والتجلي في أول أيامي، فطرتي هي مكاني، مؤمنة بأن أي مكان آخر يبرق يلمع بألوان يتهافت عليه فاقدو الذاكرة الجمعية هو ليس بمكاني. يعني نقدر نقول إنها متعددة المواهب، ومثل ما قلتي عنود نحن أكيد فخورين فيها ومرة متحمسين إن نشوف الفيلم في السينما.